شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني بعد تحديثها وفقا لأحدث النظم القتالية. وفي كلمة له أكد وزير الدفاع أن رجال الجيش الثاني الميداني سيظلون دائما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية، مستعدين للذود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، وذلك بعد تحديثها وفقا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، حيث بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير في مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية التي توكل إليه. وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو أعمال التنمية التي تتم بكافة المحافظات التي تقع في نطاق المسؤولية. وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفى للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبطال الجيش الثاني الميداني لما يبذلونه من جهود وتضحيات بالغالي والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، مشيدا بما لمسه من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لكافة العناصر المشاركة بالتفتيش، معربا عن اعتزازه بعطائهم وجهودهم المخلصة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد حضر المرحلة الافتتاحية للإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الاستعداد القتالي للقوات والروح المعنوية لرجال الجيش الثاني الميداني، كما تفقد عددا من الأسلحة المطورة التي زود بها التشكيل في إطار منظومة التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة بكافة الأفرع والتخصصات، وناقش عددا من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذهم لمهامهم ومدى الاستفادة من عملية التطوير والتحديث وفقا للمهام المكلفين بها، وأشاد بالروح المعنوية لرجال الجيش الثاني الميداني بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.